شرق السودان موطن الحضارات القديمة والممالك العظيمة، يقع في منطقة استراتيجية على البحر الأحمر. أغلب سكان المنطقة هم من قبائل البجا المعروفة تاريخيا بأنهم محاربون أشداء. منطقة شرق السودان تتكون من ثلاث ولايات، وهي القضارف وكسلا والبحر الأحمر. وهذه المنطقة مهمة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا، ليس في السودان فقط، ولكن أيضا في منطقة القرن الأفريقي بأكمله. يعتبر شرق السودان المتنوع بخصائصه وثرواته الطبيعية بوابة أفريقيا. إن الموارد المتوفرة يمكنها أن تساهم في تنمية السودان والدول المجاورة، ولكن الواقع أشد قسوة. في السنوات الأخيرة وبعيداً عن أعين الإعلام، تأثر شرق السودان بتدهور بيئي وإنساني، وبسبب هذا التدهور والإهمال ازدادت حدة الفقر في المنطقة، وأهملت الأراضي بسبب الألغام والجفاف. باتفاق قسمة السلطة أول خطوة لإنعاش المنطقة كانت التوقيع على اتفاق سلام شرق السودان عام 2006، لكن إعادة الإعمار لا تزال بعيدة المنال. تعرضت معيشة البدو الرحل للتهديد، مما اضطرهم للانتقال إلى المدن التي تعاني أصلاً من نقص الخدمات. المدرسة كانت تجمع، يعني نتيجة لتجمع بعض القبائل لظروف شتى، ظروف حرب، ظروف اقتصادية، جفاف، خلت الناس يجوا في المنطقة دي. البيئة تحتاج الآن لكثير من الجهد، نحتاج إلى ماء، نحتاج إلى كهرباء، نحتاج لسور، نحتاج لكتب، وبدورنا قاعدين يعني نحلحل في كثير من المشاكل. بجد يعني في مشاكل. الفتيات أقل حظاً. لو كان في سور في ماء البنات تجيوا المدرسة، سور ما في، مدرسة شايفة سور ما في، وبيت كبيرة ما يخلوها ساعات يطلعوا أهل. كانت مجتمعات المناطق الريفية تنتج أفضل المحاصيل، لكنها تدهورت تاركة وراءها آثارا سلبية على حياة سكان المنطقة. الكهرباء هنا في مستشفى بطالة خالص، احنا بنشتغل بكهرباء باور صيني. باور صيني دي عمولته معقول، يعني هنا عادية، يعني مش باور تاع البيت، ما باور تاع المستشفى ده، باور تاع البيت. الشيء الثاني المستشفى مشكلته ثاني مع المويه، اسمه حتى المواطنين اللي بيجوا هنا ما عندهم مويه، المنطقة ما فيها مويه عموما. نحن حسي انا وسعد انا والدكتور تاج بنشتري مويتنا من الصلاة، بنرجع على مويتنا علينا نحن. 400 كيلو مثلا لسواكن، وانت ماشي كده لحد اريتريا ثاني ما في حاجه، ما في ما في ما في ميديكال اوفيسر اصلا، ما في طبيب اصلا. فانا اذا بتجيني واحده يعني 8 اورز اون دونكي، ولا ايفن حتى بعد العمليه انتهت دايره تغسل ملابسها، ده صعب. إضافة إلى كل هذه الضغوط على سكان الشرق، استضافت المنطقة وعلى مدى 4 عقود لاجئين من أثيوبيا وأريتريا. All the infrastructure had been affected severely by the long presence of the refugees in these states. Some of them are living in the camps, some of them are living in the town, some of them are coming on daily basis. The average per day is about 60 individuals. They are trying to find some chances to go abroad. To Europe or to USA or to Canada. التحديات كثيرة. مع السلام تجدد الأمل لإحياء المنطقة، وأدرك الجميع أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان الشرق، وأيضا أهمية دعم واستثمار الفرص المحتملة والموارد الغنية في الشرق التي تم إهمالها طويلا.
هذه المناطق ليست فقيرة مطلقة، هذه المناطق لها إمكانيات الآن تحتاج لاستثمار، يستثمر في البهائم، يستثمر في المواشي، يستثمر في الأسماك، يستثمر في السياحة. الشرق عموما كشرق هو حقيقة يسخر بإمكانات كبيرة جدا. إذا نظرنا للقضارف الآن إمكانات زراعية كبيرة جدا، وإذا نظرنا لكسلة الآن يعني إمكانيات زراعية بستانية وغير بستانية. أما البحر الأحمر فيها الذهب وفيها استكشافات أيضا بتاعت بترول، تجد يعني تنوع كبير جدا، لأنه في بعض المناطق تجد فيها منطقة بتاعت سياحية، وأحيانا في بعض تلقى مناطق زراعية وتربية مواشي. تفتخر كل ولاية من ولايات الشرق بأن لها ميزات فريدة تميزها عن الولايات الأخرى. في القضايف في السودان الثاني ما في أرض نظيفة وبكرة وتقبل أي زراعة. الشرق والغرب كلها الحمد لله ملانة بهاي. خليج دمغناب يعني المزارع الموجودة فيه بتاعت الصدف دي ما حاجة تتخيلها، يعني اللان الواحد ممكن يجيب لك 5000 صدف الواحد. الموارد موجودة على أرض الواقع وقد جهزت الخطط والمشاريع. روح الالتزام والعمل الجاد والرغبة في التطوير عالية وواضحة في إنسان الشرق. فقط هنالك حلقة واحدة مفقودة. في يوم من الأيام المصنع صدر لهولندا عصائر القريب المركز، وكان بغطي الخطوط الجوية السعودية ومعظم المنتجات خارج الولاية. كسلة طبعا تتميز بميزة بأنها أرض بستانية وبتنتج فواكه، وهي تمثل العمود الفقري بالنسبة للصناعة في مصنعنا. توقف المصنع لأسباب كثيرة جدا، ومنها شح التمويل. إذا المصنع اشتغل هو حيحقق استقرار حقيقي بالنسبة لمزارع الولاية، باعتبار أنه بيستوعب معظم المنتجات البستانية. يعني الحمد لله نقول أمره ماشية، لكن برضو لو لقينا الدعم الواصل، لو لقينا التلاوة المحسن، لو لقينا الخبراء ذاته والناس اللي يجوا يدوا الناس يوروا الناس الطريقة، يوروا الناس العمل كيف، نحن ما بنباو عشان الزول يطور من زراعته، من بساتينه، من حاجات. يعني الشركة قساد البحر ناجح، قساد المواطنين والأمال ما عنده اثنين ثلاثة. الشركة إذا في أوجه إلا من الأدارة، إذا نجحت الشركة دي بفائدتنا وبفائدة أولادنا وبفائدة مواطننا وبفائدة سمعة السودان. الشركة دي إذا فلست إذا مشت يعني الناس الثانيين يخافوا، يقول يا أخي الشركة دي ما نجحت، نحن نجيب يعني شركات ثانية، نحن ما عايزين الحتة دي. الفائدة من الاستثمار الأجنبي ليست لشرق السودان وحده، بل الشراكة مع المستثمرين سواء كانت مشاريع كبيرة مثل التنقيب عن الذهب أو صغيرة كالمشاريع التجارية الحرة. أنا جيت نفعت معايا، قعدت هنا 4 سنين، ولو نفعتش معايا خلاص الله كده موجود. جذب شرق السودان المستثمرين والمقاولين الأجانب لا زال في مراحله الأولى لتطوير البنية التحتية والموارد البشرية. Un pays qui développe pas la structure ferroviaire ne se développe pas. Et donc nous, notre compagnie, elle travaille quand même dans plus de 100 pays dans le monde qui cherchent à se développer. Le positif, c'est la chaleur des gens, qui est aussi chaud que leur pays. Donc, et c'est très agréable, voilà. المعونة والاستثمار جانبان لعملة واحدة. كلاهما يكمل الآخر. كلاهما يساعد إنسان الشرق ليمتلك مستقبله. لا يمكن يكون قيام مجتمع ما لم يكون فيه تنمية بشرية، والتنمية البشرية بتعتمد على التعليم والتعلم. نحن ذاته التعليم المتاح يمكن للرجل أكثر من المرأة، يعني يكون صريحين صادقين فيما نقول. فنحن يعني صراحة بنحاول أنه نحن الفجوة دي الناس يغطوها بأي شكل كان. أحب مدرستي، أن أتعلم فيها. وأيضا الاستقرار عبر القرى النموذجية،
لأنه أيضا إذا دارين نعلم الناس وإذا دارين نركز على الصحة والتعليم، القرى النموذجية الآن قد تسهم كثير من في الاستقرار، والاستقرار يسهم في التعليم والصحة والخدمات الأساسية. في أشياء كثيرة جاذبة وكنوز عايزة ناس يحركوها عشان ما الإنسان بتاعي يتحرك ويتعوض ما أصابه من الحرب ومن فقر ومن جهل ومرض. نحن نؤمن بهم. ماذا عنك؟